لا 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 مو معقول والله ختام مميز هذا الختام. يا هلا والله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا شباب منا عارفين والله بالغلط جاي قناة دال قالوا عندك ساعة والله والله يسووه فيه والله ما توقعت ابدا يا مرحبا الله يحييك طيبين يا هلا يا هلا طيب واشتقت لك زين فتركت الاطفال في قناه الاطفال وجيت أيوه. صدق انك زاين والله والله يا اخي والله بقدرك يا اخي خليك هنا يا مرحبا حيك وزعون ذهب انتم هذا شو وش اللي معك ذا وش وزعون انتم نوزع ذهب طال عمرك وش عندك هنا والله ما في لسه ما اعطوني الارقام هنا طقم صح وين وش هنا هنا سواره هنا سواره وين هنا خاتمين انت روح خاتمين نسي البرنامج يا ولد انتم اللي بتروحون كل الموجود جوا لا لا اما انك ما والله لا 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 ايه لا والله ان شاء الله تقعد شيلوه كله قشوه لا لا بنقشه بس خليك معنا قشوه اسمعوا مني وش فيه جايب كل خزنه طقم لا 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 والله اليوم ما في سواره ولا في خاتم لحظه لحظه شوف شوف معلش بقول حاجه تحسبون امزح انتم لا لا شوف انا وحاتم مقدمين في البرنامج ايه؟ تطبخون من ورانا والله ما راح داعي اطلق دام مقدم وانا فاهم انا قبل شوي نسال على اسعار الذهب نقول اعطونا يا اخوي ها يا جماعه الخير ما امزح جد والله ايه اليوم كل الخزن كل خزنه طقم والله جد والله جيت والخير معك والله والله ها هذه واحده شوف. افتحها بعد عشان تتاكد ها ما شاء الله ما شاء الله والله طقم والله طقم ها والله ورب البيت ما عندنا خبر يعني عشان لا احد يحسبني والله من السقين اقسم بالله انا بالنسبه لي وهذا بعد ما داري عن جيه رياض ولا داري وهذا طقم بعد هذا طقم كم طقم عندنا اليوم يصير؟ واحد اثنين ثلاثة والرابع وين؟ تويتر برضو أربعة وهذا يعني كلها تقوم حلو مرة تقوم اطقم تقوم مرة ما شاء الله تبارك الله كيف؟ وسطات يا والله جيت يا سلام والله شرفوني الشباب صراحة اني اجيب المفاجأة هذه بصراحة صح انتم اساس البرنامج وكذا بس لا لانه صورتي موجودة فليه حقي لا والله اقدم عليك انت يا عمي انت خير البركة مفاجأة انت اول حاجة رقم واحد انت مفاجأة الله يسعدكم يا رب يا شباب بعدين هذه ثانية مفاجأة يا شباب بمزح معكم هذه أربعة بناخذها هدايا مصدقين انتم مطفرين احنا لا يا ابوي وحرام عليك هذه هدايا بنوزعها جاوا اصحاب اللي فازوا الحلقات الماضيه والله يا شيخ راح رحناك بس والله ما صدق انا بالنسبه لي والله ماني متنازل عن ذا لا لا امزح معاكم بالعكس شوف حتى بعد جايبين ارقام حق الخزنه كلها اطقم شبكه المجد القنوات الامنه للاسره